صباح الفل الناس الكل اللي خلطت علينا توا 9:31 دقيقة، مازلنا معاكم نحنا نوصل فيكم لل 11 متاع صباح. طريق سلامة ليكم مما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، فكرة هبكم أكيد نسلم عليكم برشا برشا. وقاية توا باش نحكيو صحة، في صحتك علينا. صحتك علينا، صحتك علينا. نحكي اليوم على أعراض نقص الفيتامين دي وتأثيره على صحة الإنسان. تتسويت معنا بالتليفون نادي شعبوني أخصائي التغذية. عسلامة نادي. نادي صباح الخير أمل. صباح الفل، مرحبا بك معنا، تسمع فينا بالكدي نادي؟ أي عايشك نهارك زين أنت والناس يسمعوا فينا الكل على راديو ميد. يعيشك، مرحبا بك معنا نادي. دونك اليوم نحكيو على الفيتامين دي واعراض نقص الفيتامين دي. فيتامين دي برشا ولينا نحكيو عليه، خاصه بعد الفتره الصعيبه اللي تعديت مع الكوفيد، وبرشا ناس تستغل فصل الصيف باش تقوي من الفيتامين دي في الجسم نتاعها. خلينا اولا نعرفوا شو معناها فيتامين دي. ولا بالضبط الفيتامين دي خاطر النقص نتاعو دارج برشا يسبق قلق كبير في جسم الانسان، لذلك علاش احنا لازمنا نعرفوا حاجياتنا قبل كل شيء من الفيتامين هذايا اللي هي تزيد حسب العمر. اولا عندنا الصغار يستحقوا 10 ميكروغرام في النهار، الكهول اكثر شويه 15 ميكروغرام، والمسنين 20. واحنا التغذيه نتاعنا توفر لنا 3 ميكروغرام كهو في النهار، لذلك علاش من الطبيعي اللي برشا عبيد ما تنجمش توفر احتياجاتها من الفيتامين دي، خاصه اذا كان ما همش معرضين لاشعه الشمس كم يفوق. داكا، وين نلقاو هالفيتامين دي نادي؟ معناها شو لي سورس ناتوريل نتاعو؟ عندنا 70% من احتياجاتنا نتاع الفيتامين دي باش توصلهم لنا الشمس. هذه هي الحاجه الاولى. بالنسبه للتغذيه عندنا برشا حوايج ينجموا يعطيونا الفيتامين دي. اولهم الحوت الازرق كيما السردينه كيما السمون لي بواسون غرا. عندنا حتى التون الحكوك يوفر لنا ما بين 24 و40% من احتياجاتنا نتاع الفيتامين دي. عندنا الغزال الشورو البوري هذا بالنسبه للحوت. فما الكبده وفما الاصفر نتاع العظم، دونك اصفر عظم واحد يوفر لنا 5% من احتياجاتنا نتاع الفيتامين دي. اما لكن نرجع نقول راهو 70% من الاحتياجات من الشمس. هوني السؤال اللي يسالوه اكيد الناس الكل، يقول لك انا 70% الشمس توفر لي الفيتامين دي، قديش لازمني نقعد في الشمس ووقتاش لازمني نقعد في الشمس؟ على خاطر كيما نعرفوا نادي فما اوقات تكون فيهم الشمس مضره، يعني وقتاش هوني لازمني نخرج للشمس بالضبط وقديش لازمني نقعد؟ فوالا احنا من 15 ل 20 دقيقه يكفينا باش نوفروا احتياجاتنا من فيتامين دي، معناتها و20 دقيقه خاصه البشره نتاعو داكله، معناتها كل ما كانت البشره داكله كل ما لازمنا نقعدوا اكثر في الشمس. هذايا لازمنا نقعدوا قبل 11 نتاع الصباح والا بعد 4 نتاع العشيه، معناتها مش نخليو رواحنا عرضه للشمس في الوقت اللي تكون الشمس قويه برشا. كما يوصيو اطباء الجلديه. فوالا، يعني يا صباح بكري يا مخر بعد 4 نتاع العشيه، اي فوالا تخي بيان، هكا نجمو ناخذوا معناها. الكونتاكت لازم يكون ديريكت. تخي بيان، معناها الكونتاكت ديريكت مع الشمس وفي الوقايه هذاك باش ما نضروش رواحنا كمان من اشعه الشمس الضاره. معناها تقريبا ربع ساعه ولا 4 دراج في النهار. يوميا نغير اكرون سولير قبل ما نعملوا ليكرون، معناتها باش نعرضوا جسمنا. هكا شويه يدينا ولا سقينا من 15 ل 20 دقيقه. وزيدا مش كي نبداو نقولوا احنا في الدار ولا قاعدين قدام بيرو قدامنا حاجه فيتخي، راهو بالله ما يعديش الشمس، دونك لازم يكون الكونتاكت ديريكت. كونتاكت ديريكت مع الشمس، تخي بيان. دونك اللي يخرجوا يبحروا الصباح نشجعوهم نديا باش يعملوا التبحيره، منها ساعه تبحيره صباح مزيانه على الاخر، ومنها زيدا يستنفعوا بالفيتامين دي. ها؟ لا نوفي ان نلبيو الاحتياجات نتاع جسمنا من الفيتامين دي هكاكا. باهي، اللي عنده على الاعراض. اعراض نقص نتاع الفيتامين دي. فوالا، باش العباد تعرف روحها تقريبا هي في نقص ولا، وبعد بيان سور نتاكدوا احنا بالتحليل. بالنسبه للاعراض، انا كاخصائي تغذيه نحس بالنقص زي وقت الباسيون ما ينجمش يضعف. يقول لك البوار نتاعي عمل ستابيليزاسيون، راني نتبع في الحميه وكل شيء، اما الميزان ما حبش ينقص بالكل. هوني نجمو نشوفو في النقص نتاع الفيتامين دي.
على خاطر هو اللي مسؤول على تقويه الكتله العضليه اللي احنا نعرفوا تخلي الجسم يحرق بطريقه اسرع، ياثر على هرمون الليبتين اللي هو مسؤول على الشبع، ياثر على هرمون الكورتيزول اللي هو يخلي الدهون تركز في المستوى نتاع البطن. دونك من علامات نقص الفيتامين دي هو انه الميزان يعمل تدريجي، انك ما تنجمش تنقص في البوا نتاعك، ميم تعمل ريجيم وكل شيء لكن البوا نتاعك ما يهبطش كل شيء احمل الدم. فوالا داكوغ، هذه بالنسبه للحاجه الاولى. حاجه ثانيه، اي هذه الحاجه الاولى وخاصه احنا كاخصائي تغذيه نثق بها. فما علامات اخرين كما الفشله، التعب، يقول لك راني نرقد بالكدا وكمان ديما عندي فشله وتعب، والا نحس بديبرسيون معناتها تعمل هكا، اي ديما يحس روحو ديبريمي متعلق في الفيتامين دي والاكتئاب. فوالا حتى هي الفيتامين دي تاثر على السيروتونين اللي احنا نقولوا هرمون السعاده. باه تري بيان، دونك هذوما هما تحس الشعر يتساقط، اي الاعراض ولا تساقط الشعر، الفشله، انه الانسان يحس روحه ديبريمي، انه ما ينجمش يطيح في الميزان نتاعو، ميم يعمل ريجيم وكل شيء، دونك ما ينجمش. هذوما الاعراض اون جينيرال. دونك باش فراجيل، اي فوالا، باش نرجعوا الفيتامين دي في البدن نتاعنا لازمنا نظام صحي متوازن. كيفاش نجمو نوفروا الكونتيتي بالضبط ندي اللي حشتوا بها الجسم نتاعنا؟ باهي، كما قلنا نعرضوا روحنا الأشعة الشمس يوميا، نحاولوا ناخذوا أغذية فيها الكميات الكبيرة نتاع الفيتامين دي، كي نعاودوا نعملوا رابيل قلنا الحوت الأزرق خاصة، لي بواسون غرا، السومون ياخذوا أعلى مرتبة بنسبة 70%، فما السردينة والتون وكل نجموا يوفروا لنا حاجياتنا بنسبة 40%. نحاولوا ناخذوا مثلا أكثر عظمة يوميا، توفر لنا 5% من احتياجاتنا. وإذا لو كان ما نجموش ناخذوا الأكلات هذيا كل، وقتها ننتشئوا المكملات الغذائية اللي ربي ديما نوصيه يا أمل ما ناخذوهاش هكاكا وحدنا، راهو لازم استشارة الطبيب اللي هو بعد التحليل، معناتها بعد ما نشوفوا قداش نسبة الفيتامين دي الناقصة هو الطبيب يعطينا الدوز اللي لازمنا ناخذها. بالضبط، طيب ما ناخذش الدوز من راسي يعني. راهو لازم يقلقنا. واضح، وهي اون توكا معناها المكملات الغذائية ندي. اي المكملات الغذائية اون جينيرال تجي مع نظام غذائي صحي، مش معناها ما ناكل حتى شيء وناكل المكملات الغذائية اكهو باش ناخذ الفيتامينات اللي حاجتي بها. شكرا لك ندي شعبوني، خلي لك ممكن كنت حاب نصيحة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي يعانيوا من الأعراض هذيا نتاع نقص فيتامين دي اللي حكينا عليها. اي نقول لهم راهي معناتها النقص زين تاع الفيتامين دي ماهوش حاجه مخطره ولا تقلق، تقريبا مش طر سوينسا تعاني منها رغم انه احنا بي اون سولي وكل شيء. دونك ما فيها بيت كان نعرضوا شويه روحنا لاشعه الشمس، راهو احنا في تونس اون سولي على الاخر صحيح اطباء جلديه يوصيونا وكل شيء، اما مثال شهر 4 ساعه في النهار ما تقلقش. اللي فيهم الفيتامين دي راهو ديما الحوت اللي نجيبوهم من الماكلة نتاعنا ما يعوضوش لي كومبليمون اليمونتيغ، وكان خدينا كومبليمون راهو ناخذوه باستشارة الطبيب، ما ناخذوش فوق اللازم، راهو سور دوزاج لازم يتسبب في ترسبات نتاع كالسيوم ويقلق الكلام. دونك كنا في نقص فيتامين دي واللي نعاني في مشاكل اخرى اصعب. فوالا هذا هو، شكرا ليك ندي، ميرسي بوكو على تدخلك معنا لليوم، ميرسي على النصائح اللي قدمتها لنا الكل. بعد شويه باش نمشيو مع رمزي عياري بسوم المرشي، مكملين توت سويت بالموزيكا، مرحبا بكم الناس كلها.